تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر إجراء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فحوصات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى وتوفيقه. المستخدمون تداولوا صورا ومقطع فيديو يظهر فيه سمو ولي العهد حفظه الله مع سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح أثناء تجولهما في مدينة نيويورك على الساحل البحري للمدينة. المستخدمون حمدوا الله وشكروه على سلامة سموه، داعين الله عز وجل أن يحفظه وأن يديم عليه وافر الصحة والعافية، متمنين عودته إلى البلاد قريباً.